السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دائما. في شهر رمضان المبارك حبيت أطلع أمام الكاميرا وأقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. عدى أكثر من أسبوع في هذا الشهر المعظم، والنهاردة حبيت نكتب على السبورة رمضان كريم، وهنشوف التقنين بتاعها، وطبعا هنكتبها خط النسخ مع بعض. ركز مع بعض ويلا بينا نبدا الدرس. هبدا اهو. حرف الراء زي ما احنا قلنا ببدا عريض، والجزء الاولاني اللي تحت ده بسحب ايدي بنتي برفيع، و أضع القلم بتاعي وانزل الجزء ده وارفع ايدي بعد كده، والجزء اللي من تحت بعمله ايه بسن البصل. تمام، بعد كده اهو التقنين بتاعه هنكتبه بعد ما نخلص الكلمة كلها. حرف الميم برفعه فوق السطر وابدأ انزل. احنا قلنا الجزء ده بيكون بتلتين البوصة، واطلع لفوق. تمام، اقفل معاي الميم وهبدا هنا امشي واستقر كده على السطر، وهضع حرف ايه حرف الضاد. هطلع كمان واعمل سنة الضاد عبارة عن تقويس خفيف، وهلف ايدي وهصعد بالالف بتاعي، وفي الاخر كده اعمل ايه الحليه بتاعت الالف. وهنا بسن البصل اروح نازل وعامل ايه عامل طرف الضاد من اسفل. نعمل فتح كبير. حرف النون اهو هبدا اعمل زي رقم واحد عريض من اعلى، واسحب ايدي كده بحيث يديني الجزء ده رفيع، وهنا انزل، وبعد كده الثلث الاخير اصعب، والجزء الاخير ده اعمل له بسن البسط، وضع النقطه بتاعتي في الوسط. تمام، رمضان لنا سكون كريم. حرف الكاف هنعمل الكاف اللي هو الكاف اللامي في بداية الكلمة، ونعمل حرف الراء الرحمن، ممكن أعمل كاف برضو اللي هي الكاف الزناد. هنجرب نعمل الكاف اللامي أهو بالشكل ده. تمام، هبدأ همشي المسافة دي يعني تقريبا ثلاث نقاط، وأبدأ نزول نقطتين، وألف إيدي وأعمل إيه وأعمل الراء بالشكل ده. وهنا في حلية. تمام، وهضع الكاف بتاعتي أهو بالشكل ده. حرف الياء والميم ليها أكثر من شكل، ممكن أعمل برضو هنا إحنا الشكل ده كده نقطة، وانزل لف ايدي امشي مقدار ثلاث نقاط. تمام، واضع حرف ايه حرف الميم تحتيه. نقطتين الياء هنا في فتح، كسر تحت الياء، الراء سكون، رمضان كريم. احنا لو بصينا زي ما احنا قلنا في التقنين، الجزء ده احنا قلنا يكون مقداره نقطة ونص، هنا الجزء ده في الراء في ميل مقدار نقطة، واحنا قلنا النزول بتاعها هنا الجزء ده
بيكون مقدار نقطتين، والراء في الداخل يعني من هنا لهنا كذا بيكون نقطتين، والجزء الثالث ده بيكون مقدار نقطة. حرف الميم نحن نقطة ونص، والنزول بتاعه هنا مقدار ايه؟ مقدار نقطتين، واخلي فيه فراغ مقدار نقطة بين الميم وبين حرف الضاد. وطبعا الضاد المسافة بتاعتها هنا ثلاث ايه؟ ثلاث نقاط، والجزء ده بيكون مقدار ايه؟ نقطة، وفي مسافة نقطة بين الضاد وحرف الألف، وهنا في مسافة نقطة مرتفعة للميم. النون الجزء ده بيكون تقريبا ثلاث نقاط، تمام، وفيها ميل ناحية اليسار كده ربع نقطة، وفي نزول هنا في مقدار ايه نقطة، والداخل الكاسة دي مقدارها كم نقطة؟ ثلاث ايه؟ ثلاث نقاط. هنا احنا الكاف قلنا هنا فيها ميل مقدار ايه؟ مقدار نقطتين، وارتفاع الجزء ده يكون ارتفاعها مقدار نقطتين. الجزئية دي كلها اول هنا لهنا بيكون مقدارها ثلاث ايه؟ ثلاث نقاط، تمام؟ وهنا في مقدار نقطة دوران الراء، وفي نقطة ثانية بالشكل ده. نزول الراء من هنا من الجزئية دي نقطتين، تمام؟ حرف الياء قلنا المسافة تحته كام؟ ثلاث ايه؟ ثلاث نقاط، وفي خروج هنا للميم مقدار نقطة، والميم الجزئية دي مقدارها نقطتين، وطبعا نزولها بيكون ايه؟ أربع نقاط، تمام؟ لحد أسفل تحت. وطبعا احنا هنا في الكاف في ارتفاع هنا الجزء ده مرتفع مقدار ايه؟ مقدار نقطة. كده احنا كتبنا رمضان الكريم خط النسخ وعملنا التقنين بتاعها. وأتمنى لجميع مشاهدين صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وتابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.